بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا الله بالصف الأول الثانوي. أنا مستر أستاذ شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، إن شاء الله مستمر معاك في حالة البرنامج بتاعك لعام 2020 من كتاب جامع عام 2020، تحديدا الكتاب اللي عنوانه Ongoing Assessment Booklet. شغالين إن شاء الله مع اختبارات شهر أكتوبر. النهاردة إن شاء الله هناخد التيست الثاني من الكتاب زي ما قلنا عليه Ongoing Assessment Booklet. بداية الامتحان بتاعنا ان شاء الله موجود على صفحة 52. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله هنبدأ اول جملة تشوز اللي بتقولها. طبعا هنا نختار اجابتين. The synonyms of the word active، كلمة active معناها نشط او فعال، تمام. طب عايز مرادف ليها، كلمتين مرادف ليها، يا ترى ان active غير نشط؟ idle حاجة تافهة ملهاش عزة. energetic معناها مليان قوة وحيوية وفعالية والحاجات دي. exciting معناها مثير، وdynamic معناها في حركة ونشاط. احنا قلنا عايزين كلمتين يدوني نفس معنى اكتف. اكتف معناها نشط او فعال. هلاقي محتاج كلمه زي انرجيتك وكلمه زي دايناميك، لان الاثنين اللي بيشيروا للنشاط والحيويه والملء بالطاقه، انسان مليان طاقه يعني. اتنين بيقول لك فيها the antonyms of the word beautiful، عايز مضاد بقى، مضاد لكلمه beautiful. beautiful معناها جميل. يا ترى pretty جميل، ugly قبيح، glad سعيد، awful كلمة awful المعنى الحرفي ليها حاجة فظيعة وحشة يعني برضو، وسال معناها حزين. طب beautiful يعني جميل، هيكون عكسها ugly قبيح و awful فظيع يعني برضو حاجة وحشة، تمام. دول الكلمتين اللي هم عكس كلمة beautiful يعني جميل. إجابة صحيحة، إجابتين صحيحتين في جملة رقم 2 أو الاختيار رقم 2. طب نروح لمرحلة choose بكلمة واحدة، وده العادي انت متعود عليه، واللي بيقول لك فيها there are international peace. ايه بقى؟ هناك كلمة international يعني دولي، peace معناها سلام. طب ايه هو اللي هو دولي سلام؟ ماله ده؟ along the borders between the two countries، على طول الحدود ما بين الدولتين. طيب ايه اللي موجود تبع السلام على حدود الدولتين دول؟ situations مواقف، monitors مراقبين، kids اطفال، hunters صيادين. لا، اللي موجود على حدود الدولتين عشان موضوع السلام ده monitors، international peace monitors بمعنى مراقبين للسلام او لعملية السلام ما بين الدولتين، ودول اجابتنا في الجملة رقم 3 monitors. اربعة بيقول لك فيها we climbed to the top of the mountain، تسلقنا الى قمة الجبل. to ايه بقى the view؟ view اللي هو المنظر. ايه بقى؟ look ينظر، ولا admire يعجب بيه، want يريد، وthink يفكر او يعتقد. لا، الحاجات الحلوه بنعمل admire عشان انت بقى تعجب بيها. خمسه ولا فيها sports stars، نجوم الرياضه، are ايه بقى؟ for thousands of youngsters، لالاف الشباب او الصغيرين. طيب role games ولا role models ولا role makers ولا role players؟ طبعا الرياضيين والجماعه دول بيمثلوا رول مودلز بمعنى نماذج يحتذى بيها. اجابتنا في جمله رقم 5. سته بقول لك فيها بلاد، وجاي فراغ، دي از هيلد، بلاد يعني دم، وهنا في فراغ، وهنا دي معناها يوم. از هيلد اون ذا 14th اوف جون افري يير، بيقام في ال 14 من يونيو كل سنه. طب ايه بقى ايه اللي ده؟ يوم ايه ده؟ دونيت يتبرع، دونيشن تبرع، دونر المتبرع، ودون التصريف تاني من دون. طيب اسمه ايه بقى اليوم ده؟ اسمه بلاد دونيشن دي، معناها يوم التبرع بالدم. الجمله السابعه هي ريفيوز تو باك هيز كار نيكست تو ذا، رفض انه يركن سيارته بجانب او بالقرب من او الى جانب كذا. ايه؟ وول ذات لوكد از ات واز جوينج تو فول، الحيط اللي او السور اللي بدأ انه سيقع. طيب لين معناها يميل، يتكي كده. لنت لين لنت لنت ده ايه؟ الماضي منه لينز، ده مضارع بسيط. لينينج ده واخد شكل جيرند، تمام، وتقدر تعتبرها صفه، ماشي. حسب الجمله اللي قدامنا دي هتكون صفه، هاخدها هي اجابه عشان تبقى ذا لينينج وول، معناها السور المايل، ده كده الحيطه المايله يعني، دي كده صفتها، فناخدها لينينج. إجابة صحيحة في جملة رقم 7. طب نحرك الشاشة عشان جملة رقم 8 اللي تبقى ظاهرة قدامنا، واللي بيقول لك فيها The child's parents or والدي الطفل أو مين must give their consent before she has operation. كلمة consent المعنى الحرفي ليها قبول، موافقة.
يبقى هنا معنى جملة ايه؟ معنى جملة والدي الطفل او كذا يجب ان يعطوا موافقة، يعني يكتبوا اقرار نفسهم يعني موافقة قبل ما يعملوا العملية. طيب guardians معنى حارسين، اللي هم مكلفين بالحراسة لهذا الطفل او اللي بيقولوا عليه ايه زي الاوصياء عليه يعني. donors معناها متبرعين، designers معناها مصممين زي مصممين الملابس والحاجات دي، ولا monitors المراقبين. لا هنقول جارديانز اللي هم الحارسين على هذا الطفل او اللي بيقولوا عليه اوصياء عليه، يعني اما الوالدين يا اما الاشخاص اللي بيقولوا عليهم اوصياء على هذا الطفل هم اللي وقعوا على موافقه باجراء العمليه قبل ما يتم اجراءها. طيب تسعه بيقول لك فيها هي ميد سم نيو فريندز، كون صداقات جديده. ماشي. ها هيز ستي ان كاير، اقامته في القاهره. ايه اللي انا محتاجه هنا في الروابط اللي جايه؟ وايل ولا وين ولا انتل ولا during؟ ها خد بالك من الحته دي. طب تعالى نجيب واحده واحده. وايل تحتاج وراها لو ما فيش فاعل انا محتاج ان هو يكون عندي جيرنج. طب ده مش متحقق. يعني ايه وين هيز ستي؟ عندما اقامته. ما برضه مش محتاج، ما ينفعش يجي وراها اسم، هنا انا عايز جمله كامله. انتل محتاج الجمله الاولانيه تبقى منفيه والثانيه تبقى مثبته. انا ما عنديش الاول هنا، هو لا دي منفيه ولا دي جمله اساسا. فاضل ايه؟ جورنج لها المعنى الحرفي ليها اثناء، وكلمه هيز ستي معناها اقامته، يبقى ده اسمه اسم. ده في اللغه عندي هيز ستي دي تساوي عندي ناون، يبقى جورنج من الكلمات اللي يجي وراها ناون، وبعد كده ايه بيمثل معايا طرف الجمله اللي هي تديني فكره الماضي المستمر بدليل الناحيه الثانيه في ماضي بسيط اوف ميد. جورنج اجابه صحيحه في جمله رقم 9، واحنا افضنا جدا في الكلام عنها. رفعنا الشاشه عشان نشوف الصفحه اللي احنا شغالين عليها، وبنقول في الجمله رقم 10 ذا ايرث الارض، ان الارض طبعا المقصود بها كوكب الارض، وجاء فراغ اراوند ذا صن حول الشمس. هو كده بيدي معلومه تمثل حقيقه علميه. طب نقولها بوينت الماضي البسيط ولا جو مصدر ولا جوز مضارع بسيط ولا وود جو؟ الارض تدور حول الشمس، دي حقيقه علميه تعملها بالمضارع البسيط جوز. 11 بيقول لك هو جاء فراغ ماي اون روم اثناء كذا حجرتي. ماشي. ايه؟ I fell and broke my arm والعياذ بالله، وقع وكسر ايه؟ كسر دراعه. انا عندي فعلين ماضهم، ادي فيل وادي بروك. ماشي. المهم ان الحته دي تمثل ايه المفروض؟ المفروض تمثل طرف الماضي المستمر. طب في فاعل؟ مفيش فاعل. يبقى انت محتاج بعد وايل، طالما انه مفيش فاعل محتاج جيرند، جيرند فقط، يعني مصدر فاعل زائد ان جي. يبقى ووز كليننج ما تنفعش. كليند ماضي بسيط ما تنفعش. بين كليننج ده واخد بين ما وراها جيرند برضه ما تنفعش. انا عايز جيرند فقط اهو. اللي هو كليننج عشان تبقى مصدر فعل كلين زائد اي ان جي تبقى اثناء التنظيف او اثناء تنظيف حجرتي وقع واتعور ربنا يعافينا يا جماعه. يبقى انا محتاج جرد زي ما قلنا. 12 بيقول لك فيه اي ام اولويز، انا دايما ايه؟ تو اتند امبورتنت اوكيجنز، ان انا احضر المناسبات المهمه. انا حضرتهم في المدينه بتاعتي. طيب اي ام اولويز ايه هنا؟ انفايتنج ده واخد شكل ايه؟ الجرند. طب انفايتد ده واخد شكل التصريف الثالث. invite واخده شكل المصدر وبي invited فيها بي مع ايه تصريف ثالث. طبعا ترجمه الفعل invite بمعنى يدعو او يعزم. طيب الجمله اللي قدامي دي هي تشير للبناء للمجهول في زمن ايه؟ في زمن المضارع البسيط. لان اي هنا هو ما تقعش فاعل، هنا هو مش فاعل، هو ما عزمش حد، ده هو بيتعزم. يبقى I am always invited. ادي الاي اهي وجبنا لها ام عشان طبعا مضارع بسيط. وهنجيب التصريف الثالث من الفعل اللي انت بتحكي فيه، يبقى اي ام اولوز معناها انا دائما ادعى، لان كده اي مفعول به. 13 بيقول لك فيها وات جاي فراغ ات نون يسترداي، ماذا كذا في فتره الظهر بالامس. ماشي. يبقى هو كده بيسال حد. طيب راح قال له ايفون دي، والله انا رنيت عليك بس ذير واز نو انسر، لكن ما كانش في رد. يبقى كده اللي بيتكلم بيقول له عم انت كنت بتعمل ايه امبارح في فتره الظهر؟ ده انا رنيت عليك وانت ما رديتش عليا. يبقى عايز يسال في زمن ايه كده؟ في زمن الماضي المستمر. طب ليه مثلا انت قلت عليه ماضي وليه قلت عليه مستمر؟ قلت عليه ماضي علشان كلمه يسترداي، وقلت عليه مستمر لانه حدد له وقت اهو نون. انت كنت بتعمل ايه في الظهر؟ اتبدل له ميعاد وحدده. خلاص يبقى انت كده بتحكي في زمن الماضي المستمر. طب نقولها ب وير يو دوينج ولا ديد يو دو ولا يو وير دوينج ولا هاد يو دون؟ هنا في علامه استفهام صح؟ بما ان في علامه استفهام يبقى انت عايز تركيبه السؤال اللي هي كلمة استفهام وبعد كده فعل مساعد وفاعل وفعل أصلي صح؟ يبقى ده اللي خلى وير يو دوينج هي اللي تنفع. طب تقول يا مستر ما في يو وير دوينج، أقول لك ده تركيبة جملة مش سؤال. ديد يو دو ده ماضي بسيط وهاد يو دون ده ماضي تام. أنا عايز الماضي المستمر
اللي يديني شكل سؤال، وده إجابة واحدة متحققة في الاختيار A where you doing، إجابتنا فيه 13. 14 بيقول لك فيها I wish هنا، أنا أتمنى إن هنا كذا here now، هنا الآن. I really miss her so much، أنا والله إيه أفتقدها فعلا. الصياغة I wish اللي هي معناها الحرفي أتمنى، لو كنت أنت بتستخدمها عشان تتمنى بيها شيء للحاضر، يعني تتمنى حاجة للحاضر، خلي الجملة بتاعتك ماضي بسيط، خلي الفعل زمنه ماضي بسيط. يبقى هات بين ماضي تام ما تنفعش، was being ده ماضي مستمر ما ينفعش، فاضل معايا وير وكود بي، كود بي بتتكلم في المستقبل بعيد عني، يبقى هاخد مين؟ هاخد وير. إجابة صحيحة في جملة رقم 14. طيب تعال نروح ل القطعة اللي جاية، وبالمناسبة الامتحان التاني اللي جايبه على اكتوبر كله تشوز، كله تشوز، عايز يدربك على ان انت يبقى عندك امتحان كله تشوز، مفيش فيه حاجة هتكتبها. والقطعة الكبيرة اللي قدامنا هنا بتتكلم عن اشخاص مع وضد، او اشخاص بيؤيدوا فكرة واشخاص بيرفضوها. ايه الفكرة اللي بيتكلموا عنها؟ الفكرة اللي بيتكلموا عنها هي فكرة السيدات، وهل هم طاقة منتجة في المجتمع ولا طاقة سلبية، ينفعوا بعض الأعمال ولا ما ينفعوش، ولا إيه الدنيا دي. بعض الناس اللي لهم آراء ضد المرأة بيقولوا إنها النساء لا تصلح إلا للمنازل وتربية الأطفال والإنجاب والحاجات زي كده، وبيقولوا إن هم دايما أصحاب الأعمال مش بيثقوا فيهم، لأنه حتى لو شغلوهم بعد شوية بيسيبوا لهم الشغل، إما علشان الزواج أو علشان إيه إنجاب الأطفال. وكمان بيضربوا المثل بحكاية فشل السيدات في موضوع القيادة، وبيحكوا نكت بقى عن أخطاء السيدات في مجال القيادة والمشاكل اللي ممكن تحصل من أخطاء هذه القيادة. طيب وكمان بيقولوا إن بعض السيدات هم كمان استسلموا للحكاية ده هي، وما بقاش يشغلوا أماكن سياسية مهمة. والجملة بتقول هي حتى بيدلل بالجملة ده هي they are not excluded they exclude themselves، محدش أبعدهم، لا ده هم اللي بيبعدوا نفسهم. لكن لو احنا بصينا الحقيقة هنقول لا والله الكلام ده هو خطأ وليس له أرضية، بدليل ان مجتمعات زي المجتمع الامريكي والمجتمعات الاوروبية الغربية، المجتمعات دي بتسيطر عليها السيدات، بيشغلوا فيها مناصب مهمة جدا جدا وكبيرة جدا جدا. وبنقول ان هناك طبعا في هذه المناطق في تعاملات متساوية للنساء والرجال على حد سواء، كل منهم هما الاثنين بيشغل مناصب مهمة حساسة. طبعا الفكرتين كل دي ليها اللي مؤيد ودي ليها اللي معارض وهكذا. احنا عرضنا الفكرتين زي ما عرضهم القطعة، ونبدأ ناخد اجابات الاسئلة كلها تشوز زي ما قلنا في الامتحان ده. نبدأ بالسؤال اللي واخد رقم 15، بيقول لك ايه in the USA and Western Europe، في الولايات المتحدة الامريكية وفي اوروبا الغربية، ايه اللي بيحصل؟ women are superior to men، النساء يعني ايه قدمها عالي على الرجال زي ما بيقولوا، superior هنا بمعنى اعلى يعني. طيب 16 ولا فيها according to the، بس مش طبقا للقطعة اللي احنا شغالين عليها ده، هي هتلاقي المعلومة C اللي هي women are less practical and less mechanical minded، الناس بتقول ان السيدات ما عندهاش قدرة على العمل اللي فيه ممارسة وكلام من ده، وكمان الناحية الميكانيكية عندهم مشكلة في الناحية دي، يعني تعتبر نقطة ايه مش في صالحهم يعني. 17 بدأ فراغ بيقول لك prevents them كذا بيمنعهم من from becoming successful career women، ان هم يكونوا سيدات عمل ناجحين. ايه اللي بقى المشكلة عندهم؟ being wives and mothers، ان السيدات بيبقوا زوجات وبيبقوا امهات، ده بيعمل لهم مشكلة في النجاح في العمل. 18 بتتكلم عن the jokes about women drivers showed that الفكاهات او النكت اللي بيحكوها عن السيدات في مجال القيادة بتقول ايه؟ بتقول ان women are bad drivers، ان السيدات عندهم مشكلة في القيادة، وزي ما نقول ايه يعني هم سيئين في عملية القيادة. طب نروح لجملة للصفحة 54 عشان نكمل، ووصلنا للسؤال 19 وده برضو على قطعة، واللي بيقول لك ايه the pronoun they in the third paragraph، الضمير زي في الفقرة الثالثة، كان بيتكلم عن مين او عائد على مين؟ عائد على women السيدات. طيب هنروح لمجموعة جديدة من الاسئلة، وهنا writing طبعا جايبها لك بديل لكتاب الوضع انشا، وده زي ما كان جاء مع امتحان سنه ثالثه السنه دي. بيقول لك ايه ان ويتش اوف ذيس اسيز، في اي من المقالات اللي جايه الاربع انواع دي انا هقولهم لك كلهم، ذا رايتر ارايفز ات ذا كونكلوجن باي لوجيكال ريزنينج، مين فيهم اللي الكاتب بيوصل الى خاتمه فيها المحاججه، او اللي بيقولوا عليها ايه الحاجه منطقيه، يعني يوصل بيك لنتيجه منطقيه. نارتيف اسيز اللي هي
المقالات الروائية اللي انت بتحكي فيها حكاية حد راح زار مكان ولا مش عارف ايه، ولا ديسكريبتيف اسيز المقالات الوصفية اللي انت بتوصف فيها شيء ممكن تكون بتوصف بيها مكان او ما الى ذلك، ولا ريفليكتيف اسيز المقالات اللي فيها نوع من الانعكاس، يعني ايه من الانعكاس؟ يعني بيعكس حاجة على حاجة، ولا ارجومنتيف اسيز المقالات اللي بنقول عليها ارجومنتيف. كلمة ارجومنتيف المعنى الحرفي ليها جدلي يعني نقاشي، هي دي بقى نقعد نناقشك ونقول لك حجج وبراهين ومش عارف ايه عشان اوصل بيك لنتيجه في الاخر منطقيه. يبقى هو ده النوع اللي احنا هناخده كاجابه. تعال نشوف حاجه جديده برضو انت مش متعود عليها، انه هيجيب لك الترجمه اختيار. احنا قلنا بندرب على حاجات جديده. طيب بيقول لك ايه هنا؟ هو اقرا لما تيجي يجيب لك حاجه زي كده، اقرا الانجليش وبعدين شوف الاربعه العربي اللي جايبهم واختار المناسبه. طب نقول we all should appreciate the profession of teaching because a good teacher is the one who builds a good citizen. ماشي. طب انا هقول لك الاجابه مين فيهم بعدين نقول احنا استثنينا الباقيين ليه. الترجمه المنطقيه او الجميله للجمله دي هي الاختيار د، اللي هو بيقول ايه؟ يجب علينا ان نقدر مهنه التدريس لان المعلم الجيد هو الذي يبني مواطنا صالحا. طب يا مستر انت خدت الاجابه دي ليه وسبت الباقيين؟ تعال كده نقرا الانجليش. وي اول شود ابريشيت ذا بروفيشن اوف تيتشنج. يجب علينا اهي، بص، يجب علينا ان نقدر مهنه التدريس، تمام لحد هنا. طيب بيكوز ا جود تيتشر، لان المعلم الجيد ها is the one who هو الذي builds يبني a good citizen مواطن صالح. تعال شوف بقى ليه ما نفعوش دول. يجب علينا ان نقدر مهنه التدريس، لحد هنا ماشي حلو. لذلك فين لذلك في الجمله اللي احنا قلناها ده؟ هي بيكوز معناها لان مش معناها لذلك. خلاص دي تكفي غلطه. ماشي. طيب اللي بعديها، يجب علينا ان نقدر التدريس المحترف. فين كلمه محترف؟ مش موجوده. دور عليها كده، مش موجوده. كلمه بروفيشن معناها حرفه مش معناها محترف. طيب كفاية دي غلط. يجب علينا جميعا، طب كلمة ماشي جميعا موجودة مفيش مشكلة فيها، أن نقدم لحد هنا حلو. حيث إن المعلم الجيد هو الذي يبني مواطنا إيه؟ مواطنا صالحا. حيث إن، فين حيث إن دي؟ فينها حيث إن دي؟ جابها منين؟ مفيش حيث إن. طب يعني دي تكفي إيه أخطأ؟ خلاص شفت أنت إحنا بنختار إزاي؟ ماشي. تعال روح للجملة اللي باللغة الإنجليزية، اللغة العربية اللي احنا ايه نختار لها واحدة عربي. باللغة العربية هنختار لها واحدة إنجليش عفوا. يجب أن تعمل الحكومة والأفراد معا على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للمعاقين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب الاختيار الأمثل للجملة ده هي هو دي. طيب يا مستر أنت خدت إجابة على طول كده مش تقول لنا عملت إيه؟ هقول لك يا سيدي، تعال اقراها مع بعض عشان نقارنها بالباقي. هو بيقول إيه؟ يجب أن تعمل الحكومة والأفراد معا على تقديم المزيد من الدعم. نجيب الحتة دي. The government and the individuals اللي هي الحكومة والأفراد should work. ما أنا عندي في الإنجليزي ما عنديش جملة فعلية، يعني ما أقدرش أقول should الأول، غلط. إنما إيه؟ أقول إيه؟ الحكومة والأفراد يجب أن تعمل، فهي the government and the individuals should work تمام together. طيب to offer more support أي تقديم المزيد من الدعم and help والمساعدة. مين بقى؟ بنساعد مين إحنا؟ the handicapped المعاقين and children والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هي with special needs. طب شوف كده فوق، the government and individuals should work together to offer to offer، خد بالك هنا to offer اهي work together لحد هنا together ماشي، to offer more support and help the handicapped and children with special needs. handicapped ماشي and children with special needs، خد بالك هنا في الجمله ده هي the government and individuals should work طب together اهي to offer more support and help the handicapped and children with special needs. شوف بقى يا لهوي، شايف الغلطه جابها فين؟ جابها في اخر كلمه. deeds معناها افعال لكن needs معناها احتياجات. شوف كلمه واحده غلط اهي، كلمه، وشوف جابها فين؟ في اخر الجمله. يعني قعدنا نجيب الكلام هو هو لكن دي بس الغلط. طيب تعال نشوف التانية اللي ما نفعتش اللي هي سي. The government and individuals لحد هنا ماشي، should work together ماشي. To offer less خلاص دي بقى وقعت الدنيا، كفاية هي غلطة. طب اللي بعدها The government and individuals should work together to afford، ودي غلطة برضو. ماشي خلاص، يعني ايه؟ وضحنا لك الأخطاء كل جملة فيها ايه؟ والغلطة الواحدة تكفي. طب يا مستر طب غلطة واحدة تضيع الجملة؟ أقول لك أنت لما كنت بتكتب كتابة ممكن أتسامح معاك. لكن أنا جايب لك اختيارات يبقى أنت تختار الجملة اللي 100 100، مفيش فيها اي نوع من الخطا. بكده يكون انتهى الامتحان الثاني اللي جاي على شهر اكتوبر، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من امتحانات المنهج بتاعك. انتظرونا ان شاء الله في المزيد
مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر سعيد زد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.